هل أخطأ المصريون عندما ثاروا في 25 يناير يا دكتور؟ أهلا وسهلا، وأنا بغني كل المصريين بذكرى هذه الثورة العظيمة، ثورة 25 يناير، وهي أعظم حدث في التاريخ المصري الحديث والمعاصر. ومن ثم فإن لم نخسر أبدا في طلبنا للتغيير، وأن الطلب على التغيير لابد له من تكلفة، وأن هذه الثورة كانت أعظم حدث يقض مضاجع المستبدين في عالمنا العربي وفي مصر على وجه الخصوص، للتأكيد على أن هذه الثورة ماضية حتى تحقق أهدافها. ومن هنا فأؤكد على 3 أمور. الأمر الأول أن هذه ليست الثورة، ليست ذكرى، ولكنها عملية مستمرة. نعم، الثورة حال يسكن الوجدان وتسكن كل قلوب المصريين بأمل التغيير، حتى يمكن تحقيق هدف الثورة الذي تمثل في شعارها: عيش، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية، حرية أساسية. هذه الكلمات لم تكن عبثا، ولكنها طلبا للحرية والتحرير. الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا أن الثورة ليست عورة. الثورة ليست عورة، إن هؤلاء الذين يحاولون تشويه هذه الثورة أو يطمسون الأمر الذي يتعلق بأيامها ويتعلق بأحداثها ويتعلق بأهدافها ومقاصدها وغاياتها، هؤلاء مسكونون بالهاجس أن هذه الثورة خطب عليهم وعلى مصالحهم الآنية والأنانية وعلى كل سياساتهم الطغيانية والاستبدادية. ومن ثم ستظل هذه الثورة تخض مضاجع هؤلاء يوما بعد يوم، سنة بعد سنة. ونؤكد أن هؤلاء مسكونون بالرعب من هذه الثورة، وأكد ذلك من خلال ذلك الخطاب، سواء أكان خطابا يحاول أن يهادن هذه الثورة كما سمعنا على لسان المنقلب السيسي في الآخر من تصريحات تذكرنا بهذه الثورة والحياة الكريمة، وأن الطريق طويل للوصول إلى هذه الحياة الكريمة، أقول أنه حينما يقول ذلك فإنه أيضا مسكون بالرعب من هذه الثورة، لأنه يعرف أن هذه الثورة لا تموت. نعم دكتور، الثورة أيضا، سأقول الكلمة الثالثة، الثورة أيضا في هذا ليست جولة، ولكنها جولات، حالة، وهي هذه الحالة لا زالت كما قلت تسكن النفوس والعقول، وأن الطلب على التغيير طلب مشروع، وأن هذا الأمل الذي تعلق بأشواق التغيير سيكون أمرا مستمرا ما بقي هذا الجيل الذي يعبر عن هذه الثورة وعن أهل مصر. طيب، ولكن دكتور عندما سألنا السؤال الخاص بفكرة هل أخطأ المصريون عندما ثاروا في 25 يناير، لأن ذلك ما يصور دائما، بأن ماذا استفادت مصر من هذه الثورة؟ ما الذي عاد على مصر من هذه الثورة؟ حتى النظام يسعى لفكرة إذا كنتم ثرتم على النظام كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا. وبالمناسبة في هذه الحالة يذكر محاسن ومنافع هذا النظام الذي تمت الثورة عليه، فإن النظام الحالي على أقل تقدير لم يغير، إن لم يكن بعض الأمور هناك أسوأ من ذلك، ويعني بالبلدي كما يقال في مصر كفروا الناس بالثورة. لا كفرانة بالثورة ولا كفرانة بالأمل في التغيير أبدا، ولا يأس ولا إحباط، حتى لو بدت بعض المظاهر
عند الشباب وعند الكبار مظاهر تدل على بعض هذه الإحباطات لما سمي بالربيع العربي. وتجاسر الكثيرون إلى أنهم يتحدثون الآن عن ذلك الخريف العربي على أنه هذا الخريف الذي لم يثمر إلا حروبا أهلية وتمزق اجتماعي وتناحر سياسي وسيادة منطق الفوضى واستشراء كل ذلك في كل مكان على أرض الوطن العربي وفي أرض مصر الحبيبة. أقول بحق أن هذه فرية كبيرة، إن المسألة التي تتعلق بكل هذه الأمور التي تحدث من كوارث حقيقية محبطة للجماهير إلى أقصى درجات الإحباط، هو أن موجات الغضب بعد أن تسنمت السلطة لم تستطع حل المعضلة الاستبدادية، وإن مسألة الاستبداد هذه مسألة كبيرة، وأن هؤلاء الذين لهم مصالح آنية وأنانية في ذلك الاستبداد والفساد وشبكات الفساد والاستبداد إنما هم في حقيقة الأمر سبب كل هذه الكوارث التي تحدث. ومن ثم فإن الأمر ليس فقط بأي حال من الأحوال يكون بالقياس بمثل هذه الأمور، فالثورة لم تحدث كل ذلك، ولكن هذا المستبد وتلك العصابة التي تحاول أن تسيطر على مقدرات البلاد وباعت كل مقدراتها وفعلت الأفاعيل في هؤلاء البشر والمواطنين الذين يمثلونها، إنما يؤكد كيف أن هؤلاء هم الذين يخطئون ويقفون ضد مسيرة التغيير وسنن التغيير الماضية. نعم، هناك تسريبات صحفية دكتور بأن النظام يسعى لتعديل الدستور وحذف الديباجة التي تمجد ثورة يناير في هذا الدستور، وذلك في سبيل ما يعرف بخلق الجمهورية الجديدة التي تحدث عنها النظام وتحدث عنها مسؤول النظام. ما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ شوف يا أخي، أنا في حقيقة الأمر مسألة التسريبات وهذه، الأمر لا يحتاج إلى تسريبات والأمر لا يحتاج إلى التعرف على أن هؤلاء المضادون للثورة هم الذين يحكمون، هم الذين يتحكمون، أن هذه العصابة والطغمة العسكرية التي تحكم هم الذين يتحكمون في البلاد والعباد. ومن ثم هذا ليس تسريبا، هذه سياسة أساسية، لأن الثورة اعتقدوا أنها قد نالت من مصالحهم وأنها خطر عليهم وخطر على فسادهم واستبدادهم. ومن ثم فإن المسألة ليست في وجود هذا في الدباجة ولا هذا التقريز والمدح للثورة في دباجة الدستور، ولكن الأمر أن يوجد هذا في كيان هذا الشعب ونورث فيه عملية التغيير لأولادنا ولأجيالنا يحملون هذه الثورة في عقولهم وفي قلوبهم وفي أعمالهم. طيب وسيكون دكتور، هناك نصر بإذن الله لهذه الثورة المباركة كما قلت، لأنها ملحمة وليست جولة. أخيرا دكتور، ماذا بقي من إرث ثورة يناير، ثورة 25 من يناير من وجهة نظرك بعد مرور 11 عاما عليها باقتضاب لو تكرمت؟ نعم، أنا أظن أن هذه الثورة بقي منها الكثير، وبقي منها الأمر الذي يتعلق بالطلب على التغيير، وأنا أؤكد لك أن التغيير قادم لا محالة، وأن الواجب علينا كيف يكون هذا التغيير وإدارة هذا التغيير منا لنا وليس علينا، وأن نكون مؤهلين لحمل هذه الثورة، معتقدين في وضع البديل الاستراتيجي الذي يقوم بضرورة تدشين نخبة شبابية جديدة تحمل اللواء لهذه الثورة وتقدم كل الأدوات التي تتعلق بالتغيير. نعرف أننا قد دفعنا تكاليف باهظة
وأثمان باهظة في هذه الثورة، ولكن نتأكد أيضا أن كل الثورات قد دفعت من هذه التكاليف، وأن هذا الأمر الذي يرتبط بشعارات هذه الثورة يستحق مثل ذلك، والاستمرار من أجل هذه الثورة وبقائها واستمراريتها أمر سيكون إن شاء الله ما قمنا بالعمل وما وعينا بسنن التغيير وما سعينا لهذا التغيير الكبير القادم إن شاء الله. أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح ضيفي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك دكتور.